حفلات لنقل عدوى كورونا، ظاهرة غريبة وخطيرة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً. شباب وشابات يقيمون حفلات من أجل الإصابة بالفيروس المستجد، والسبب بعضهم يريد تطوير مناعة وآخرون للتأكد إذا كان الفيروس حقيقة. فما هي الطريقة؟ تنظيم حفلة يحضر إليها أشخاص مصابون بالفيروس، كل واحد من الحاضرين يضع مبلغاً مالياً، والمصاب الأول بالعدوى يفوز بالمال. تم اكتشاف الحفلة الأولى شهر ماي في مدينة واشنطن الأمريكية، ثم وصلت هذه الظاهرة إلى مدينة ألاباما عبر طلبة جامعيين، وتنقلت الظاهرة إلى مدينة تكساس. لكن هذه المرة أدت لوفاة أمريكي لم يكن يؤمن بوجود الفيروس. قال قبل وفاته: أعتقد أني ارتكبت خطأً، كنت أظن الفيروس خدعة، لكنه ليس كذلك. وأكد الدكتور روبرت غلاتر أن هذه الحفلات خطيرة جداً وتوضح انعدام المسؤولية، ويضيف أنه في حالة النجاة من الفيروس قد تؤدي العدوى إلى وفاة مبكرة بسبب آثار الفيروس الدائمة. شاركونا في خانة التعليقات آراءكم حول هذه الحفلات.